وبقيت ما شاء الله نجم كبير في عالم كره الماء. الحمد لله. ده طب كره الميه ولا كره القدم؟ كره القدم طبعا. مثلا لا هي دي حاجه ودي حاجه يعني. دي حاجه ودي حاجه يعني. انا دايما معلش يا كابتن هاني ما تزعلش بقى. لا لو في حاجه تزعلني هقول هرد. هي القدم غدار يعني. انت ممكن تكمل لغايه فتره كبيره جدا وبعدين في وقت من الاوقات القايمه مثلا بتاعه الفريق الاول اكتملت الكلام ده فبتطلع بره ممكن ما ترجعش تاني ممكن مستواك يتاثر. في فرق في اصاباتها اكتر بكتير. اصاباتها اكتر طبعا. فيعني طبيعه كمان ان هو ما بتبقاش الحياه الاجتماعيه انت مراعيها بالشكل الكافي نظرا للمعسكرات اكتر تدريب اكتر ارتباطات اكتر. مظبوط. يعني على مستوى كره الميه كحارس مرمى كنت في النادي الاهلي ارتباطاتك كنت عارف اوفق ما بين الدراسه وما بين الشغل وما بين النادي ويعني تبقى اسهل شويه. هي يعني زي ما حضرتك قلت في الاول وفي الاخر هو الموضوع نصيب. كله نصيب. صحيح. في الاول وفي الاخر وربنا ما بيعملش حاجه وحشه لحد ما حدش عارف. انت بطل يعني كبير ونجم كبير في النادي الاهلي واهم حاجه ان هو الموضوع كله جوه الاهلي يعني. ده اهم حاجه جوه البيت الكبير. الواحد الحمد لله ما طلعش بره البيت الكبير بالظبط كده. فالواحد من زمان وانتمائه للمكان دوت اكيد يعني. اكيد.